فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم. اكيد الرياضات الفرديه نصيب في فير بلاي، مش نحكيو عن مشاكل خاصه اللي يعيشوها، من نحكيو اليوم على رياضه الجمباز. شاهدت مؤخرا تدوينها او تدوينات للجمبازي التونسي المتالق وجدي ابو علي، كان تهم فيها وزيره الشباب والرياضه سهام العيادي انها ما نفذتش الوعود اللي اعطتهم له. على كل حابين ناخذ اكثر تفاصيل في الموضوع هذا مع وجدي ابو علي. وجدي اهلا بك. اهلا بك خويا سلام، ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله الحمد لله. انا كندا بيبدا في الصيف، والله يتعدى الصيف تحفون، هو لما حاله ما انا عديت الاكثريه نتاعو في تونس لكن تو بدا تبرد شويه الحقيقه. به واجدي شنو الحكايه؟ كنت هبطت تدوينات في فيسبوك، حاول كان لك لقاء مع وزير شؤون الشباب والرياضه مع سهام العيادي، كنت تحدثت اكيد في مستقبل الجمباز في تونس، خاصه ما كناش ممثلين تقريبا في الالعاب الاولمبيه الاخيره. شنو هي الوعود وجدي اللي خلاتك تتغشش اطلقتها وزير الشباب والرياضه ما نفذتهاش؟ لا شوف، هي ساعه ما عندي حتى مشكله شخصيه مع السيده الوزيره، بل انا نتحدث معها على المنصب نتاعها اللي هو مسؤول اول في الرياضه في تونس، على الرياضه في تونس. مشيت بحذاها معناتها للبيرو نتاعها، وكنا تحدثنا، وكنت خرجت معناتها افيك ان انتوزيازم انكرويابل، معناتها خرجت بشحنه معنويه ايجابيه كبيره برشا في بالي، معناتها اللي جاء على لسانها الكل باش يتنفذ، لكن ما راعني الا شهرين معناتها كاملين، وحاولت حتى باش نتصل بها لكن تتجنب معناتها انها باش تجاوبني باش يوريك كيفاش نتعاملوا مع الابطال نتاعنا. معناتها نعطاو تتجنب باش معناها ما تهزش عليك ولا ما تجاوبكش ولا شنو؟ والله مؤخرا قالت لي يعني في ريونيون تاع نعاود نرجع لك وما رجعت لي. دونك انا هبطت التدوين هذيك، قلت من بعد شهرين كاملين معناتها من اللي انا غادرت ارض الوطن معناتها وتقبلت معاها، تغشت هي معناتها كي انا على التدوين هذيك تغشت، معناتها انا نقعد باهت مسؤول اول في الرياضه ما يلقاش الوقت باش يحل معناتها وباش يفعل اصلاحات عاجله لانقاذ الرياضه، عطات برشا لتونس وهي رياضه الجمباز. تذكروا قبل كل يوم تحلوا التلجة تلقاو واجد يبو عليها وميدالية ذهبية لهناها وميدالية ذهبية غديكا، معناتها ايه نقعد بيت. انا عمري الحقيقة في حياتي مصدوم ما شفت مسؤول معناتها ما عندوش كلمة كيما السيدة الوزيرة. الوعود تتمثل ارجاع كل العائلة الجمبازية الفنية الى سلف نشاطها، الاستناد على النتائج اللي حققوها معناتها ما غير محاباة تصاعديا، انا هو الفني اللي عمل اكثر نتائج في تونس واحنا هابطين، وعندنا العائله الكل الجمبازيه تم اقصائها من الجامعه اللي هي توا ما عادش موجوده. فم استراتيجيه واضحه ومواكبه للعصر فيما يخص لا جيمناستيك دو نيفو، واحنا ما نحبوش لا جيمناستيك دو ماس كيما توا ماشيين فيها، احنا بلد صغير عنده امكانيات محدوده، يلزمنا نركزوا على يعني الموهبة الساعدة وعلى الكاليتي نتاع الجيمناست باش ينجم البريق نتاعه يشع على العالم الكل. هذه الحاجة الأولانية، معناتها نحبوا مقاييس علمية وفنية متطورة، التركيز على العمل القاعدي الصحيح بإدماج مدربين أكفاء يعرفوا الجمباز يعرفوا الجيمناستيك شنو تتطلب بالضبط ما غير محاباة. سامحني واجدي برشا النقاط برامون، مش خليك كملهم النقاط الكل اللي حكى اللي عطاها وعدتك بهم الوزيرة، لكن فقط فاصل ونرجع لك من جديد. واجدي بو عليك IT Express Training by Clevoli, la nouvelle offre de formation proposée par Express FM destinée aux experts de l'IT et du management. Donnez-vous la possibilité d'accéder à des certifications reconnues à l'international et profitez en illimité de formations certifiantes telles que PMP, VMware, CCNA et plusieurs autres spécialités en ne payant qu'un seul abonnement annuel. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.expresstraining.tn ou bien appelez-nous sur le 25 760 760. Avec Express FM, rajoutez de la valeur à votre carrière. Fair play. رجعنا من جديد في فير بلاي، موجود معنا بالتليفون الجمباز التونسي السابق وجدي بو عليك، نحكي معاه على لقائه مع وزير شؤون الشباب والرياضه والوعود اللي وعدتهم ليه وما تنفذوش. تفضل وجدي، ايه كمل. خويا النقطة الثالثة هي المبادرة مني لتجميع الجمبازين التونسيين، وعندي دي كونتاكت في مختلف أنحاء العالم واللي يتمتعوا بمستوى فني لا بأس به، باش نعاودوا نرجعوا البريق على المستوى الدولي للجمباز التونسي. عندي دي كونتاكت وقلت لها، لكن العباد هذوما معناتها يلزمهم دي غارونتي، ما نجمش أنا نبعثهم
السيستم اللي هو ديفايون في تونس نرميه مكاكا، يلزم دي غارونتي، يلزم استراتيجية واضحة. هذا الكل كانت هي موافقتني فيه، كانت موافقتني فيه وقالت لي نعملوا ونستدعوا الجامعة حتى نتصلوا بك بالزوم. حتى هذا الكل ما صارش في الاخر. انا نحب نعرف شنو الوزيرة عملته للألعاب الفردية. هناك أبطال إفريقيا مازالوا يتقاضوا 250 دينار كمنحة شهرية، شيء مخجل. زوز نوارات كما عندنا الحفني والجندوبي اللي ما شاء الله عليهم وجابونا زوز ميداليات أولمبية من أروع ما ثم، بربي 100,000 دينار و 70,000 دينار ما يجيبوا لكش حتى بيت توا في حي راقي. معناتها هذه نذكرها أن المنحة هذه أعطاها بن علي سنة 2001، معناتها في الألعاب المتوسطية كان ذكرش إسلام. صحيح. يعني بعد 20 سنة نعطيه المنحة هي بيدها الأبطال، جابونا ميدالية ذهبية وميدالية فضية مع تقدم الأمريكان وقدم الأستراليان. وفي ألعاب أولمبية مش متوسطة، في ألعاب أولمبية يعطيك الصحة مع تديمونسيون أخرى، مش في ألعاب متوسطية. أنا بصراحة نخجل على روحي في مكان مسؤول أول. على سبيل المثال بربي حبيبة الغريبي بطلة أولمبية وعالمية، شنو تعمل بخطر؟ هل مش من واجبنا احنا نحتفظوا على الأبطال متاعنا باش هما يكونون أجيال معناتها مستقبلية، وبعد نقولوا شبيه عنا فلتة من الفلتات؟ راهو ريزولتا قاعدين نعملوا فيهم في تونس ألعاب فردية، راهي ريزولتا متاع إنيسياتيف بيرسونيل من الأتليت والعائلات متاعهم. بربي خويا إسلام نحب نركز، أنا أي مسؤول راهو جاي في الرياضة في تونس على مستوى الوزارة ولا أي مستوى، راني أنا باش نكونوا بالمرصاد. يزينا متصور على مواقع التواصل الاجتماعي والركوب على الأحداث باستعمال الرياضيين كأداة لتلميع الصورة الشخصية، وفي الواقع ما يتغير حتى شيء. نجي نشوفوا احنا هاو اللي صاير معايا، فور اكزامبل هاو اللي صاير معايا. يا اخي انا نحب نقول حاجة للسيدة الوزيرة وبكل احترام، يا اخي انت كي يتصل بيك وجدي بوعليغرا ماهيش مزية، راهي ماهيش مزية، راك انت تخرج من الكونتريبيوابل التونسي اللي هو خليك في البلاصة هذيك باش انت تخدم الرياضيين وليس العكس. وعلاش انا كي هبطت تدوينة انت تغششت؟ من المفروض كنت تتصل بيا انا مش بصديقي، تتصل بيا تقول لي وجدي صحيح ما رجعت لكش، وقالت لصديقي صحيح ما رجعتلوش انا غالطة هي، لكن ما حليتش انت الحل، انت لوشت على الايماج نتاعك باش ما تتمسش. لكن الموضوع اللي به الفايدة هو اعطيني الجنبوس في تونس. وعلى فكرة انا راني قلت لها اول كلمة قلت لها ما نحب حتى منصب في تونس، راني نجم ننفع بلادي من برا لانه انا عندي ولادي عايشين هنا وعندي مرتي عايشه هنا، معناتها راني مانيش نحب حتى بوست في تونس باش نكونوا واضحين. انا اللي يسمع فينا وجدي يقول قالي نجم يكون وجدي يلوج على منصب مثلا مدرب في المنتخب ولا حاجه من نوع هذا، ماكش تلوج على حد شيء من نوع هذا؟ مانيش نلوج على حد شيء من نوع هذا، وانا هيد كوتش في اقوى كلوب في اوتاوا جيمناستيك سنتر في اوتاوا، يعني ما نتصورش كان الشيء باش يقابل بعضه. لكن انا نحب نخدم بلادي، نحب نخدم بلادي بلاش، لكن باش نخدمها بلادي بربي. شوف هو مش على خاطر الوالد نتاعي، لكن احنا كيفاش نختار ويتم انتقاء احسن مدربين باش يبنيونا الاجيال القادمين على معناتها فما كفاءه هكا ولا فما نتائج فما على مستوى الارقام، معناتها هكا يتم الانتقاء. هذا الكل مش صاير معناتها، والباب مفتوح على مصراعيه في الوزاره. مانيش فاهم انا كيفاش مساكن الرياضيين شنو قاعدين يعانيوا. هذاك علاش انا جو فالوريز اللي عملوا الحفناوي والجندوبي، راه شيء ماهوش ساهل برشا ويستحق اكثر من هكاك. سامحني شنو دورك انت كمسؤولة أولى في الرياضة كي ما تلوش سبونسورينج باهي؟ شنو هو المشكلة إذا أنت مشيت وحكيت مع لي سبونسور وحكيت مع لي بروموتور باش دبرت دار مثلا منزل يليق بالحفني ولا بالجندوبي؟ دولة الجامعات أكثر زاد وجدي هذا ولا؟ والله أنا اللي شفته الجامعات ما تنجمش تعمل عليها، لأن الجامعات هي ترتكز على البيوتشين تاع الوزارة، والوزارة مرتكزة على البيجين تاعها كهو ماهيش قاعدة تلقى في حلول. ما نعرفش انا لو سيستيم في تونس هو المشكل. صحيت وجدي، هو المشكل سياسة الدولة. انت قلت لي الجامعة مربوطة بالوزارة، كيف الوزارة مربوطة بميزانية الحكومة وميزانية الدولة؟ كيف لهنا معناتها الرياضة في حد ذاتها ماهيش أولوية في بلادنا رغم التألق والإنجازات اللي حققوا فيها، وهذا لب المشكل معناه. يعطيك الصحة، انا نقعد بها في حاجة خويا إسلام، معناتها انا معناتها كفيدراسيون جديده ولا كوزير جديد ولا كمدير عام للرياضه جديد، يا رسول الله يا اخي شنو باش تتكلف لك تهز التليفون وتكلم القامات اللي عملت تاريخ في الرياضات المختلفه بالتليفون، الو يا فلان شنو راح قولك انت؟ شنو الفيزيون تاعك؟ شنو الرؤيه تاعك؟ يا رسول الله راه تركيا، انا نعطي مثال تركيا،
رئيس الجامعة التركي خويا إسلام كان جنبازي معايا، كنت نمشي لتركيا نجيب أربع ذهب ونروح. تركيا تعرف توا عندها معناتها زوز ميداليات عالمية وعندها ميدالية أولمبية في آخر ألعاب أولمبية. لماذا؟ لأنه معناتها أهل الاختصاص شدوا الاختصاص وعرفوا شكون ينتهي فيه وعندهم استراتيجية واضحة والوزارة نتاعهم دعمتهم. احنا ليه ما لازمو؟ أنا نتكلم نولي معناتها الوزيرة تولي تقول صاحبي تحت من عينيا، نقول لك سيدة الوزيرة أنت تحت من عينيا الزوز راهو. صراحة معناتها لأني أنا مش ننقد في عبد، يلزمها تفهم هذا، أنا ننقد في البوست نتاعك كوزيرة كمسؤولة أولى للرياضة. واختلافات مع اللجنه الاولمبيه واش دخلهم الرياضيين؟ واش دخلوا لي زاتلي دو نيفو؟ يقعدوا يعانيوا والخلافات والصراعات. اشكال اخر هذا يظهر لي الناس الكل تعرف شنو صار، خاصه في اللجنه اللي المشتركه اللي عملوها قبل الاولمبياد للتحضيرات، ظهر لي وهذا كل مشى الرياضيين التوانسه ضحيه للجنه هذه والاختيارات هذه والاستراتيجيه هذه. صحيح صحيح، هذا ما ينجم ينعكس كان بالسلب على لي زاتليت نتاعنا. بربي امان شوف راهو 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 هذايا البروباغاند على ليزو سوسيو راهي مش باش تبدل حتى شيء. خدمونا في الخفاء من غير ما تورينا التصاور نتاعكم، خاطر انا فدينا ماك العهد نتاع التصاور هذاك والبارتاجي ودرا شنو، الوغ كو لا رياليتي الي اوتر. انا اليوم حبيت نقول على الرياليتي هذايا، وكيما قلت لاني تام على تي بوست لحد شيء الحمد لله رب العالمين، عندي زاده جنبازيين على مستوى دول العالم زاد ينجموا يتألقوا باسم تونس، وعندي التوأم نتاعي نحبهم نهار اخر يلعبوا باسم تونس. لكن كي نشوف انا كي نقول انا استراتيجيه انا باش توفر لهم تونس نجموا يلعبوا فيها ويقدموا نتائج. صحيح واضح، هذيك الصحه. انا عاش تحب تضيف حاجه واجدي ولا سي بون؟ والله نزيد حاجه، ربي انا اقول ربي يهدي وربي يصلح حال بلادنا، وان شاء الله عنا راهو عنا الجرينتا وراكم تشوفوا معناتها لي ريزولتات كيفاش يجيو دو طون اوتر. انا نحب نتمنى كل التوفيق للرياضيين التوانسه ونقول لهم مثالش مالغري العراقيل هذوما اخدموا وامنوا برواحكم، راهو الياباني ولا الامريكاني ما يزيد عليكم حتى شيء وتنجموا تتألقوا ان شاء الله. على كل ان شاء الله تكون في الاستماع عليك وزير الشؤون الشباب والرياضه سي هام العيادي، ولما لا تلقاو حل تتصل بيك. علاش؟ خاطر حسب ما تحكي واجدي ما عندكش حتى مصلحه شخصيه في الكلام اللي تقول فيه، في الوعود اللي قطعتهم ليك، مع تهمك الوحيد مصلحه الجمباز في تونس. تلقاو حل الزوز وان شاء الله تكلمك بعد المداخله هذه. هاك نكملوا في البلاي اليوم. شكرا ياسر جويني في الاخراج، ناصر الساكري في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المدبر.